الحمد لله. نتكلم اليوم عن زرقاء اليمامة، وردا على مقتبس منتشر حقيقة في وسائل التواصل، اقتبس من كتاب بحار الأنوار، وهو في الحقيقة بحار الظلمات للرافضي المجلسي. ونقول لا تنقل من كتب الرافضة لأن عقيدتهم الكذب. جاء في تهذيب الأسماء والصفات اليمامة بفتح الياء المثنى التحتانية، مدينة من اليمن على مرحلتين من الطائف، مرحلتين المرحلة 40 كينية على بعد 82، وأربع من مكة، يعني على مسافة من الطائف 180 كيلو، من مكة 160 كيلو. سميت باسم جارية زرقاء كانت تبصر الراكبة من مسيرة من 3 أيام، يقال أبصر من زرقاء اليمامة، فسميت اليمامة لكثرة ما أضيفت إليها، والنسبة إليها يمامي. هذا ما جاء في تهذيب الأسماء واللغات أيها الكرام الفضلاء. وأيضا وقال أيضا النووي رحمه الله: ونجد كلها من عمل اليمامة، ذكره صاحب المطالع، ذكره في تهذيب الأسماء والصفات. وبعض الناس يقول أن توجد شمال الخارج قرية صغيرة تسمى اليوم اليمامة، واليمامة المشهورة التي انصرف إليها لفظ عند الإطلاق، وكانت من أشهر البلدان في الجزيرة، وكانت لبني حنيف، ومنهم مسيلمة الكذاب، ومنهم ثمام بن أثار رضي الله عنه، وتقع في بلاد العارض من اليمن. قال ياقوت: بين اليمامة والبحرين 10 أيام، وهي معدودة من النجد، وقاعدتها وتسمى اليمامة جوا والعروض، وكان اسمها قديما جوا، فسميت اليمامة باليمامة بنت سهم بن القسم. طيب، وجاء في الأعلام للزركلي ولم يذكر سنة الوفاة، قال: زرقاء اليمامة، الزرقاء من بني جديس من أهل اليمامة، مضرب المثل في حدة النظر وجودة البصر، يقال لها زرقاء اليمامة. وزرقات جوا لزرقة عينيها، وجوا اسم لليمامة، قال المتنبي: وأبصر من زرقاء جوا لأنني إذا نظرت عيناي شاءهما علمي. قالوا إنها كانت تبصر الشيء مسيرة 3 أيام. وذكر من أخباري أن حسن بن تبع الحميري لما أقبلت جموعه تريد غزو جديس، رأتهم زرقاء وأنذرتهم جديسا فلم يصدقوها، فاجتاحتهم حسان. وجاء أيضا أنها امرأة عربية جاهلية من أهل اليمامة دعيت بالزرقاء لزرقة عينيها. وفي كتاب الأغاني للأصفهاني: إن قوم من عرب غزوا اليمامة، فلما اقتربوا من مسافة نظر يخافوا أن تكتشف الزرقاء أمرهم، فأجمعوا رأيهم على أن يقتلعوا الشجيرات تستر كل شجرة من الفارسة إذا حملها، فأشرفت عليهم كما كانت تفعل. فقالوا: قوم ترين يا زرقاء؟ قالت: أرى شجرا يسير. فقالوا: كذبت أو كذبتك عينك. واستهانوا بقولها، فلما أصبحوا صبحهم القوم وقتل منهم مقتلة عظيمة، وأخذوا الزرقاء فقلوا عينيها فماتت بعد أيام. هذه هي الأخبار الموجودة في كتب العرب أيها الكرام الفضلاء في ذكر ذلك. وأما ما ذكره المجلسي الكذاب في بحار أنواره التي تسمى بحار الظلمات، وهو يقول الزرقاء يعني زرقاء اليمامة يهودية ذات بصيرة وكهانة وعلم من التوراة، بمبعث النبي العربي الذي يقضي على أمالهم، وليس من عقل أن تكون زرقاء ترى بعينيها على بعد مسيرة 3 أيام، فهذا يناقض كروية الأرض بغض النظر عن الحضاب والجبال والغبار. شيء عجب أن يجعلها يهودية ولا تكون عربية. وهذا هم لأن الرافضة أصلا حبهم دائما لليهود، نسأل الله السترة والسلامة والعافية. فنقول ما ذكره المجلس كذب وافتراء، وما جاء عن كتب العرب كما ذكرنا هو الصحيح إن شاء الله عز وجل. ولذلك أيها الكرام الفضلاء، انتبهوا من نشر كل ما هب ودب. صلى الله عليه وسلم.